لو الحكايه فيها ان فيتو دي موقع يتميز بين طريق فهذا السويس وطريق الطريق وقربه من هناك قيادات جديده دي خلته يبقى يعني العنزات كلها تتجه اليه عشان الموقع. الدعايه او المفروض اللي كان يحصل في العاصمه الاداريه الجديده حاجات يعني متعه ما اتكررتش قبل كده، مشاريع متميزه جدا. الوزارات ومجلس الشعب والبرلمان والمباني الاداريه الكبيره الحكوميه كلها كبيره هناك، فبالتالي هيبقى مركز اعمال ومركز قوي جدا. نوعيه الشقق على سعر الشقق في العاصمه الاداريه المتوقع ان هو تزيد الاسعار في الفتره السابقه لما تظهر الامور. هو دلوقتي وصل السعر ما بين 10 إلى 12 ألف جنيه تقريبا للشقه، وده اعلى سعر، اعلى من اسعار التجمع الخامس علشان الانشطه والاهتمام ومن المحتمل ان يكون في زياده في الايام القادمه لما المشروع يظهر اكتر، لما اللجنه تكتمل اكتر، لما المرافق تكتمل اكتر. هيكون هناك تجاري يا باشمهندس؟ وطبعا في اماكن تجاريه واماكن اداريه يعني هيعلن عنها قريب، ودي بالتالي هترفع من قيمه العاصمه الاداريه الجديده، وان شاء الله تبقى يعني المستقبل ويبقى رقم واحد في مصر. نشوف فيها المباني الذكيه اللي احنا لسه ما انتشرتش قوي في مصر بالصورة كما يجب أن تكون.